تحية وأجمل تحية دائما تتجدد مع تجدد هذه الأشواط التي تأتينا تباعا في هذا الميدان، ميدان الهباب لسباق الهجن أحد أفرع ميادين نادي دبي. نرحل مع شوطنا السابع، السابع لفئة اللقاية الأبكار بشعارات أبناء القبائل، وفي المجموع يعتبر الشوط السابع عشر، 17 رقم 17 هذا الشوط. نرحل ونتابع المقدمة ومنصورة ومسلم بن مبارك بن علي بن عزيز الشريفي على مقدمة الشوط. أما المركز الثاني نسايم ومحمد بن حارب بن محمد بن حاذة الاجتبي يتقدم على المركز الثاني، وثالثا سرابة من نصيب سالم بن سلطان بن عجيل الاجتبي قادم على المركز الثالث. أما رابعا فهني دمعة محمد بن سالم بن حوتة العامري على المركز الرابع. أما هذا بن عجيل، بن عجيل على المركز الخامس، بن عجيل على المركز الخامس، وهو أيضا يقدم لنا حربة سالم بن سلطان بن عجيل الاجتبي. النقلة التالية إلى المركز السادس، أشوف في المركز السادس يا نايف تأخر قليلا، ناخذ الأسماء القادمة والأرقام المسجلة في هذا. نشوف نشوف المركز السادس، المركز السادس عبد الله بن خلفان بن مطر الشامسي، عبد الله بن خلفان لا هناك عبد الله بن خلفان هو ثالث الحين. هي نعم شوف الطبيعة يقدم لنا شبه وسالم بن محمد بالطبيعة. أما المركز السابع امتياز حمد بن راهد بن عامري الاجتبي. هذه الأسماء مشاهدينا متابعينا الأعزاء، نعود إلى المقدمة وإلى هناك الصدارة والبداية، وأشوف نسايم محمد بن حارب بن محمد بن حاذة الاجتبي من يقدم نسايم. ويا نسيم الصباح سلم لنا على بن حاذة، سلم لنا على بن حاذة وقل له أنت في الأول، أنت في الموقع المطلوب والمرغوب. وهذه نسايم اللي سيطرت على المركز الأول. المركز الثاني منصورة مسلم بن مبارك بن علي بن عزيز الشريفي. أما ثالثا دمعة، دمع محمد بن سالم بن حوته العامري. والمركز الرابع عندك يا بن عجيل سالم بن سلطان بن عجيل الاجتبي مع حربه. والمركز الخامس عندك يا سالم بن محمد بالطبيعه راعي شبه، راعي شبه. وهناك ايضا سرابه العبد الله بن خلفان بن مطر الشامسي. والمركز السابع الحمد بن راشد بالعامري الاجتبي. هذه الاسماء المدونه والمسجله في هذا الشوط. من هذا اللي بدأ يسيطر سيطرة ميدانية، سيطرة ميدانية على المركز الأول. يقدم لنا نسايم، نسايم تأخذ الأول عن الأول قصب. وهذه الآن بدأت تملك الشاشة، من الشاشة تنفرد بكادر مصورها، تنفرد من ركض من حاشة، صوت المنادي يذيرها، يوفها سنبوق طواشة من بدنها لو تضمرها. ما شاء الله هي مرتاحة، هي مرتاحة ومريحة بن حاذة، مريحة بن حاذة أبدا لا يكلمها ولا يسوقي، يلعب في الجروبات، يلعب بالواتساب، يتابع يطالع، ما مهدي أعصابه. لازم يوم عندك سبوق أعصابك تكون هادية، وأنت يا بن حاذة أعصابك هادية، ولكن بالطبيعة يمكن أنه يحرك الأعصاب، بالطبيعة يمكن أنه يحرك الآليات. وصل إلى المركز الثاني سالم بن محمد بالطبيعة، بدأ أيضا يشب مع شبه، يتقدم الآن. والمركز الثالث عندك يا بن عجيل، عندك يا بن عجيل يا راعي حربة سالم بن سلطان بن عجيل يتقدم بالمركز الثالث. والمركز الرابع دمعة محمد بن سالم بن حوتة العامري. هذه الأسماء، هذه الأسماء 1200، 1200 يا بن حاذة، 1200 يا بن حاذة، ركز ركز، لأن بدينا نقترب من كيلو الامتحان في هذه المنطقة.
تكرم الهجن أو تهان، ولكنها نسايم مكرمة، مكرمة بالمركز الأول. لا تكلمها ولا تسوقي، شكلها معدوم ما ريته، تنفرد عن جملة النوقي، وين تبقى مرباع هاريته. نسايم الركض يبغي له نسايم، سبوق والطابور تشعى، ما حاطها الدكتور بدواء، تاخذ العكاس ومذيعه وتفز من صوته المناداه. نعم هذه تفز وعصاها نايمة، عصاها نايمة من بداية الانطلاق، من بداية الانطلاق وهي مسيطرة على المركز الأول، تقوم طفره وتنتهي طفر كانها على لاضي ملاله من البقايا. يا ابن حاذة تاخذ الأمر تصوير تعليق أو عباله، والشوط الأول حصريا لنسايم اللي باعدت تنفول النشرة، والعصا مرفوق ماتيها، العصا نايمة في البطان. ما شاء الله نسايم، نسايم خلاص لا تكلم، لا تكلمها، لا تكلمها أبدا، ما تحتاج، وفت وكفت، ما لها منافس، ما لها منافس أبدا. الكل انسحب، الكل انسحب، وبقت روحها يعني تلعب في الميدان، تلعب في الميدان. ما شاء الله ما كنها في ركضة، كنا يفحمها. سلام بن حاذة سلام، أقول واختمها، وصلت تداير من القبيض من زمة، ما كنها في ركض كنا يفحمها. سلام يا بن حاذة سلام لمحمد بن حارب بن حاذة الاجتبي. المركز الثاني عندك يا سالم بن محمد بالطبيعة، هم المركز الثالث، المركز الثالث عندك يا بن عجيل، والمركز الرابع نشوف التوقيت الزمني 6 دقائق و33 ثانية، 6 دقائق و33 ثانية. تهانينا والناموس.